بس بس انا اتمنى ان احنا مش اشوف ايه عدد السكان اللي كانوا في 2006 وبقينا كام؟ 2000 و16 طب انا عايز اجيب انا مش عايز اجيب زياده هجيب لي معدل تنزيل بمعدل شوف احنا كلنا ممكن نعمل ده سؤال مهم افتح البلاي لما انا كنت اجيب الزياده السكانيه بعد كده اقسمها على عدد السنوات 5% على 10 يديني 5% على طول يعني هنا لو هنا هتطلع زياده حجم الزياده احنا جبناها قبل كده 50% تمام ممكن اقسمها على 10 سنوات على ال 10 سنوات يديني 5% اذا انا بزيد في كل سنه بس هنا اوكي بس انت بتجيب استخدام المعدل الحسابي المتولي ان انت عندك سائل بالظبط لكن لما هنخش دلوقتي على السيره الهندسيه الموضوع هيختلف هيديك نفس الريت قريب شويه بس هيديلك قيم مقيمة مختلفة عن المعدل. الفكرة كلها في المعدل انت بتزيد دريت قد ايه خلال الفترة اللي انت فيها اللي هي العشر سنين دي. فانت بتزيد بطريقة عددية ولا بتزيد بمعدل شكل المعدل ايه بالنسبة لك؟ إلى حد ما إلى حد كبير يعني هو المفروض طبعا الزيادة هتختلف من كل سنة لسنة. بالظبط لأن السنة التوزيعة بتختلف من سنة لسنة، أنت ممكن تزيد في سنة أكثر من الخمس سنين اللي فاتوا. بالظبط في البلاد النامية زي مصر كده. نايمة لا ولا كده ده ولا كده كل شيء طيب لو احنا عايزين نجيب معدل زيادة كويس صوتك طلع احنا في البلاد عدد السكان فين؟ في 2016 اللي هم 30 مليون تمام؟ صح كده؟ بترحم من مين؟ في العشر سنين على عدد السكان في السنة الأصل 2006 بتضربهم فين؟ تمام؟ اللي هو 10 سنين اللي هو الفرق ما بين 2006 و 2016 طب هو ايه الفرق بين معدل النمو ومعدل الزياده؟ هو احنا ليه تغيرنا؟ لا هنا بتتعامل على مستوى السكان كلهم، معدل الزياده بتجيب المواليد ناقص الوفيات اللي اتضافوا على السكان صح؟ تاني اعيد دي ولا السؤال ده؟ هنا المعدل باستخدام المتوالية الحسابية على اعتبار ان احنا بنزيد ايه؟ بمعدل ثابت على مدار العشر سنين خلاص؟ انا بعمل ايه؟ بجيب السكان اللي هم عددهم المفروض ان هم وصلوا 30 مليون عدد السكان الحالي 2016 عدد السكان الحالي اللي هو الحالي دلوقتي 2016 بطرح منه عدد السكان اللي كانوا في 2006 اللي هم 20 مليون صح؟ واقسمهم على عدد السنوات مضروبه فين؟ في العدد الثابت في العدد الاساسي اللي هو ال 20 مليون يعني النون دي عدد السنوات فالتاني 5% مش المفروض في اف عشان ده معدل ليه يضرب ما هو بص بقى عشان ما تلخبطوش نفسكم بقى في الفكره دي ما تتوهوني معايا انا هنا مش بجيب معدل بنسب حاجه لحاجه انا بجيب ريت للزياده هنا هنا ما ينطبقش عليه الكلام اللي احنا بنقوله احنا ما بنقسمش حاجه ما بنقسمش حاجه فاكرين لما انا قلت لكم احنا بنطرح من بعض فغيرنا معالم الموضوع فاكرين الحته دي؟ قلت لكم ان احنا غيرنا معالم الموضوع احنا هنا بنجيب ريت الريت ده مش بقول لكل 20 من البسط يكافئ كامل المقام لا مش بعمل كده انا بجيب الريت اللي احنا بنزيد بيه يعني كل سنه هنزيد بنسبه 5% يعني انت لو تقدري من خلال الريت ده تقدري عدد السكان سنه 2030 بس احنا ما بنزيدش بمقدار ثابت. مش معدل الزياده كان مش بتاعنا، ده مش احنا. ولا اي حد، هو في ناس بتقول لا يا جماعه معدل النمو السكاني مش معدل الزياده الطبيعيه، ده موضوع وده موضوع ثاني خالص. معدل الزياده الطبيعيه احنا كنا بنشوف العدد المواليد كانوا قد ايه وعدد الوفيات قد ايه وكنا بنطرح منهم ونضيفهم على عدد السكان اللي كانوا موجودين في الاصل. فيديك عدد الزياده الطبيعيه او معدل الزياده الطبيعيه، عدد المواليد ناقص عدد الوفيات على عدد السكان في سنة الأصل، صح؟
بيديك احنا معدل زدنا قد ايه؟ تمام؟ هنا معدل نمو. طيب احنا هنا معدل لا لا انت هنا بتتعامل على السكان كلهم مالكش دعوه بالمواليد والوفيات. انت بتجيب هنا عدد السكان كله صح؟ 30 مليون ناقص 20 مليون. تمام كده؟ معدل الزياده الطبيعيه ما تعرفش تعمل بيه تناكم عدد السكان لان هو بيتعامل على عدد المواليد وعدد الوفيات وهو مش عندك. يعني معدل النمو في فتره معينه زي 2006 ل 2016 ده بنقيس معدل النمو. معناه ان احنا الريت بتاعنا بيزيد خلال ال 10 سنين دي بمعدل قد ايه؟ تمام اللي هو ال 5% ده مش احنا طبعا. تمام؟ معدل زياده على مدار ال 10 سنين. يعني ال 10 سنين زادت 10%؟ ده لو انت قسمت، بس انت مش عارف انت بتزيد قد ايه كل سنه. يس. 5% حاجه على 10 سنين. معدل معدل الزياده معدل النمو السكاني هو بيتقال عليه كده. يعني انا دلوقتي معنى كده ان انا 2026 هنشوفه دلوقتي هتزيد ب 5%؟ هنشوفه دلوقتي. طب السنين الثانيه دي ايه؟ السنة الثانية دي يا دكتور. السنة الثانية دي اللي هي السنة ال 20 مليون بتوع سنة 2006. السنة اللي تحت عدد السنوات فيه ايه؟ ناقص ناقص ايه؟ في اللي تحت الكتاب يا جماعة. ماشي احنا عايزين نعرف يعني ايه سنة السنة الثانية. السنة واحد دي اللي هي ايه؟ عدد السكان الحالي. 2016. وسين زيرو دي زي تعداد السابق. 2006. ماشي. على عدد السنوات الفرق ما بينهم. ماشي. تمام؟ مضروبة فين؟ عدد السكان في 2006. بس. ده اللي موجود عندكم صح؟ 5% ولا عندنا؟ لا 5% 5% كل 10 سنين في خلال ال 10 سنين في خلال ال 10 سنين حضرتك بتقول ان هي معدل ايه بقى؟ احنا قلنا مش لسه قلنا دلوقتي الموضوع ده مختلف عن فكره ان انا بكسب حاجه لحاجه ما بجيبش دلوقتي عدد اللي توفوا مثلا او عدد الاناث الحوامل لعدد المواليد فبقول ده معدل لا لان فيها زمن بالظبط مش عايز اربط لان بس طب لو بتتكلم على الصيغه الهندسيه الصيغه الهندسيه حاجه شبه الصيغه ايه؟ الحساب ايه؟ ايه ال او دي ولا اللو؟ الغريب طب تو طبعا غريب رفع اعدادي جميل قوي رفع اعدادي طيب خدنا اللوغاريتم هي هي نفس اللي فوق مع اختلاف ايه؟ انا باخد اللوغاريتم بتاع مين؟ ال 30 بطلع منه اللوغاريتم بتاع واقسمه على 10 اللي هي المده عدد السنين فرع اللوغاريتم بتاع 30 على الكالكليتر كتبت 30 وديت له اللوج تمام؟ هيديك ايه؟ بس هو خدوا بالكم على الكالكليتر في حاجه اسمها اللين طبعا انتوا عارفين واللوج طب اللوج ده ايه الفرق ما بينه وما بين ده البيستيانا وده البيز عدد السنوات ده 10 وده البيز اللوج ده البيز 10 وده كانه لوج البيز اي اللي هو ايه؟ ده الرقم الفرق بينهم ولا فين؟ يعني عدد السنوات لو انا جبت 10 طلع اللوغاريتم بتاع ال 30 كام؟ 1 و4 7 7 اه وده طلع كام؟ 1.3103 وقسمت على 10 طلع لي كام؟ لوك انا اسف على اللوك خلاص تمام فاحنا جبنا الرقم ده معاكم صح؟ يعني اكتبوا كده على الكالكوليتر على الموبايل اللوغاريتم بتاع ال 30 طلع كام؟ 1.47 تمام؟ ناقص 1.2 انا بجيبه بال 0103 طرحتهم وقسمت على 10 ثاني كام؟ الرقم ده صح؟ طب انا بس خدوا بالكم انا دلوقتي بقى الرقم عندي ده هو عباره عن ايه؟ اللوغاريتم الواحد زائد الميم يساوي صح؟ شو ده الرقم؟ طب انا عايز اطير اللوغاريتم ده اعمل ايه؟ لا بنقول ده نقول ده اس ده اس 10 ايه ده يتم اسلوب 20 هرفع ده من الاكسبوننشال بتاع اللوغاريتم يديني ايه؟ بتاع اكس
يديني اكس. يعني اللوغاريتم الاكسبوننشال بتاع اللوغاريتم بتاع 1 زائد الميم صح؟ اه سوري اللوغاريتم ايوه 1 زائد الميم يديني 1 زائد الميم. مشكلة؟ لحد عنده مشكلة؟ لحد عنده مشكلة تسلم. تمام. يعني هو ليه انا بعملها بالطريقة دي؟ اتفضل؟ ليه بعملها بالطريقة دي؟ عشان عايز اوصل للميم اللي هو المعدل اللي موصل كام؟ هو ده اللي انا عايز ادور عليه. مش فاهم. انا لسه مش فاهم. طيب. انا عايز اخد. هي مكتوبة لو مكتوبة بيس 10 البيس بي 1 بي 1 بي 1 ناقص لوج 10 برضو بي 0 بتاع البي او او البي زيرو على ايه؟ على ان صح؟ جميل جدا او سمول ان صح؟ اه سمول ان طيب جميل قوي واحنا لو حللنا بالعربي بقى في لا حلي باي حاجه اما احنا بس الحلي طيب جميل جدا هنعوض عن ايه؟ عن اللوغاريت بتاع البوبيوليشن ده 30 صح؟ ماينس لوج 20 على 10 جميل وده اكمل معاك ممكن على اللوك ده يطلع لي كام 1.47 صح على الكالكوليتر 30 اه طلع كده مظبوط تمام ماينس اللوغاريتم بتاع ال 20 هيطلع كام 1.3 صح كده على مين 10 ده كلام لطيف جدا بس الار بس بيتمثل بايه الار اللي هي مين اللي هو المعدل المصري كده احنا بندور على الار معدل المصري كده طب دكتور ليه اه لوج 1 هو اللوج قانون كده الواحد القانون بتاع الواحد مش اي لوج لا 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 ده رقم طبيعي الواحد لوج ار زائد بلس يعني مش لوج ار هي لوج ار بلس يعني بعد ما اجيب الار دي هضيف عليها واحد واحد بيطلع واحد بلوك ده واحد لوج ده واحد زي ما قال الار دي ايه لوج 10 في 10 طيب واحد زي احنا هنخلص ونمشي لا مصر سبعة بغرب يروح هنكمل 10 minutes only 10 minutes يعني احنا هنعمل السيارة الروسية ثم هنعمل الاستيميشن اللي عدد السكان المفروض ان انتي تانية طيب خلينا بيه بس عشان هو هيقرد انتوا عنه بس خلينا ندرب شوية اللو بيقول لي انت لو عايز تجيب معدل النمو السكاني خلال ال 10 سنين من 2006 ل 2016 او من سنه سي اكس بي 1 لبي او او من بي او لبي 1 زياده المعدل زياده بيرس في الفتره دي انت لو عندك صيغه الهندسيه او الجيومتريك فورمولا يبقى تستخدم ايه؟ اللوك 1 بلس ار بيساوي اللوك للبوبيليشن في سنه 2016 ماينس اللوك للبوبيليشن في سنه 2006 على عدد السنوات اللي هي الفرق ما بينهم صح كده؟ في اي مشكله؟ ده قانون. طيب. طيب لو عندي لوك 1
بلس ار يساوي لوج 30 ماينس لوج 20 على التم يديني كام؟ اعمل افك لوج. انا بفك انا كل اللي انا ضايع يعني عايز دي شو حاجه كده. فانا لازم افضيها اللي حواليها. طب اخلص الاول اللي على اليمين ده انا اقدر احسبه لان ده ارقام. فبحط ال 30 على الكالكوليتر واقول له ايه؟ لوج. واقول له ال 20 على الكالكوليتر واقول له ايه؟ لوج. لوج اداني القيمه دي بتساوي 1.47 واداني القيمه دي 1.3 صح؟ وال 10 دي اوريدي عندي. خلاص حسبت القيمه دي، حسبت الرقم ده. طلع عندكم كام؟ 0.017609. فيري جود. يبقى دي لوج 1.1 بلس ار. حلو. طب انا عايز اشيل لوك. عايز اشيل لوك. اعمل ايه؟ لو 10 هنا قال لي كلام لطيف. قال لي ارفع ده للوك. صح. وارفع ده كده. مش حاجه. يعني كده. يبقى وده اللي انا كنت بقوله لكم هنا. ان انا لو عندي لوك اكس ورفعته اي بس لوك اكس يديني اكس. الاكس بالنسبه لي هنا هي 1 بلس ار. فانا بعمل الحركه دي عشان اطير من اللوكات. اما انا اجيب 10 اس الرقم ده تطلع نفس الناتج. طب ليه ما نعملش كده صح؟ اللي هو ايه؟ 10 اس الناتج ده. اولا دي مش 10. ليه ما دي لوغاريتم البيس بتاعها 10 اصلا؟ فين؟ اللوج العاديه. اللوج الاساسي. والاكسبنشال ده هجيبه منين؟ الاي هي المشكله في الاول. الاولانيه يعني فوق الاساسي. اللي هي لوج 1 زائد ار. حضرتك بتقول عايز نطير. بتساوي ماشي هترفع ده كده يبقى انت لازم تعمل ايه؟ اي اس لوج 1 بلس ار صح؟ اكسبوننشال الفراكشن ده كله صح؟ دكتور هو مش في قانون تحت لوج هو عايز يستغنى عن صيغه الاي نفسها ويكتب على طول 10 على طول. فين؟ ايوه لوج 1 زائد ار بتساوي 0.0176. هو بيتكلم عن الناتج يا دكتور. اخر ناتج احنا طلعناه. طب ما انا ممكن اقول 10 اس الناتج ده. ايوه ماشي. عايز كده يعني؟ ايوه. على اعتبار انك بتستخدم اللوج مش الناتج. بالظبط. Anyways فكره واحده هرفع على الاساس 10 او هرفع على الاكس الاي على الناتج. هتحط دي بقى على الكالكوليتر وترفعها لزبار ايه؟ 0.0176. طلع كام؟ 1.0416. يبقى انا عندي هنا 1 بلس ار طلعت كام؟ 1.04. يبقى انا كده اجيب الار. الار عباره عن ايه بقى؟ 1 صح؟ يعني طلعت الانسر اهو. اطلع منه ايه؟ يطلع لي طالع عندكم كده؟ بالتقريب يعني. تمام؟ في اي مشكلة؟ خير يا دكتور. ثانية. بعد ما وصلت للغاية دي عاوزة تشيل الار. شيل الار، هو هنا عشان احنا بنتعامل على اللوك مش على الاكسبنشن، بنتعامل على الكم، بما ان احنا بنتكلم للاساس ايه؟ لوك. ولو انك اصلا تقدر تعملها للابسط لان انت كده كده هتغير الايه. بس خلينا نتعامل على نفس اللي موجود في الكتاب. الكتاب عنده لوك 10. لوك 10. تمام؟ فهي لو لوك 10 يبقى انت هترفع دي. لو هي لوك اي يبقى انت هترفع هنا الاي صح؟ بقت دي ال 10 دي بقت الاي. ايه صح؟ الرقم اللي هو 176. ده لوك 1 بلس ار. لوك ال 1 بلس ار يساوي 0.0176 اللي هو الفراكشن اللي فاكرينه. ما هو ده اللوج بتاع ال 20. ما احنا جبنا اللوج بتاع ال 20 وبتاع ال 30 وطرحناهم من بعض والنتيجه هيقسم على 10. ده اللوج بتاع ال 30 واللوج بتاع ال 20 على 10. طب خلصناهم طلع ده. ما خلصناهم. بتساوي 1.04 ناقص 1. ال 1.04 ده. فين ناقص 1 دي؟ ده 10 اس الرقم ده. ال 10 ارفع الباور ده للقيمه دي. ارفع 10 للباور.
على كالكوليتر. تمام؟ طيب نيجي على اخر صيغه اللي هي ايه؟ يا دكتور دقيقه خلاص مش هنقول ماشي لو معناه ايه 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 اساس 10 اساس 10 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 يعني الخطوه الثانيه دي معلش لا طالما جامد هو ما بيتعملش على بيتعمل على اساس 10 ماشي اللي هو كان بيقول عليه تمام انت عندك اساس كده طب لو هو ما ادانيش اساس لما تجيش يا اللوج العادي بتاعها انها اساسها اساس 10 هي اساس ما تجيش اساس 10 لما اللوج بيبقى اساس اسمها انا اصلا بقول لو دي يعني بقى نخليها تو ذا باور ايه بس هو الصيغه دي وحضرتك تسالني على حاجه هو انت عم تجيب لا مش هستنى بصحى ليه يعني بس مفيش تعارض بين ان انا اشتغل لين او لوج عادي الاثنين لا هو طالما غالبا الروم هتكلك باللوج غالبا يبقى كمل حل باللوج طيب انا عارف ملف الصيغه Thank you.
سير لوسيا سهلة جدا. سير لوسيا ما في مشكلة. هذه المعدل اهو تمام؟ بناخد اللوغاريتم بتاع ايه؟ هو مش المفروض مضروب في 100؟ فين؟ القانون؟ اه القانون. ركزين مع 100. هو سايب كل حاجة. الراجل ده معقد.